طيب نبتدي بموقع الشروق واللي بيتكلم عن تصريحات كابتن سيد عبد الحفيظ وانه قال اغلقنا صفحه افريقيا ونركز في مواجهه الانتاج الحربي، وده شيء معتاد يعني خلاص كلنا متعودين عليه، يعني خلاص المباراه بتخلص بتكمل بتشوف اللي بعدها ايه هتعدلها ازاي. ومباراه بصراحه اللي جايه صعبه قوي، وفريق انتاج الحربي من ضمن الفرق بلغه الكره كده فرق رخمه في الملعب، الماتشات ما بتبقاش سهله اطلاقا معاهم، وفي الحقيقه كل ماتشات الدوري المصري بتبقى صعبه. لكن بمناسبه الانتاج الحربي نتمنى ان يكون الحكم كويس، لان حضراتكم اكيد فاكرين مباراه الاهلي والانتاج الحربي في الدور الاول السنه اللي فاتت وضربه الجزاء اللي ما احتسب يعني ما تمش احتسابها لازارو، ولغايه دلوقتي احنا مش مصدقين ازاي ضربه الجزاء دي ما اتحسبتش يعني. لكن في كل الاحوال ان شاء الله الحكم اللي يتم اختياره يكون حكم جيد ويحسب اللي يشوفه، لان في بعض الاحيان يجي يقول لك ايه خلاص الاهلي كسبان 1-0 مش لازم اديه ضربه الجزاء دي. لا بتفرق، ادينا ضربه الجزاء. الاهلي متعادل هيجيب جون في اي وقت خلاص مش لازم احسب ضربه جزاء تطلع غلط، لا ركز واحسب ضربه الجزاء او احسب اي فاول مؤثر او اي شيء انت شايفه سواء بقى على الاهلي او للاهلي لازم تحسبه، ده دور الحكام. ان شاء الله نتمنى ان الحكام يكونوا مميزين بالتحديد في هذه المباراه، شيء بالشيء يذكر يعني. افتكرت بصراحه مباراه الدور الاول السنه اللي فاتت، فطبعا مباراه قويه والاهلي بيستعدلها بكل قوه. نروح للوطن سبورت. امبارح الاهلي اعلن او الصفحه الرسميه للنادي الاهلي على السوشيال ميديا اعلنت ان اليو ديانج افضل لاعب في مباراه كانو سبورت، بعد ما الجماهير كلها كانت شبه في اجماع على مستوى اللاعب المميز بالامس. وبالمناسبه فاكرين لما اليو ديانج كان ما بيشاركش في ثلاث مباريات الاولى مع النادي الاهلي او مع مستر فايلر بالتحديد، قال لك ده الراجل مش مقتنع بيه، ده حتى كمان مستر لاسارتي قبل ما يمشي قال يا جماعه اللعيب ده على قده خالص، وقلنا يا جماعه كل اللعيبه هتاخد فرصتها وكل اللعيبه هتحاول استغلال هذه الفرصه. امبارح حصل الكلام ده مع اليو ديانج، لعب وشارك وخد فرصته وتالق واستغل هذه الفرصه. كده هو في انتظار ايه؟ قررت مستر فايلر الفنيه امتى يشركوا في المباريات سواء كاساسي او كاحتياطي، كل دي امور فنيه خاصه بالمدير الفني. لكن هو في الحقيقه لعيب مبشر جدا جدا جدا، اليو ديانج في مركز مهم هيكون فيه منافسه صعبه مع حمدي فتحي ومع كابتن حسام عاشور طبعا كابتن فريق النادي الاهلي، نتمنى له استمرار على هذا المنوال بالنسبه لاليو ديانج. نروح لفيتو. صلاح محسن وتصريح ليه بعد المباراه قال ان هو سعيد بثقه الجهاز الفني وجميع اللاعبين جاهزين. صلاح محسن برضو لعب امبارح وجاب هدف، وجاب هدف كمان في المباراه الاولى مباراه الذهاب هناك في غينيا الاستوائيه، واللعيب تالق وحتى لما تم استبعاده برضه. انا بس بحب اركز على الامور دي عشان يا جماعه تبقوا ملومين بالشكل الكامل لطريقه تفكير مستر فايلر في تدوير اللاعبين. هو دلوقتي التدوير بغرض ايه؟ مش بغرض الاراحه، لا بغرض التقييم. الراجل بيحاول يقيم في اسرع وقت ممكن بالنسبه له في سنه مجازفه، بس واضح ان هي محسوبه بصراحه لمستر فايلر بدليل الفوز للمباراه الرابعه على التوالي. في العموم في تصريحات كانت